وحماتها مقالة دا بورا ما آسقر اللوغو سميجي ألا نحرس يجنها كورابية فنانة دي وينيد أمين عبد الله حرسي أو كميدا هيد فنانين توقو عانسان كودا هم بردول كاي سومالي دو دكتو وحنا آسكن قران اللو سميجي ألا نحرس يجنها كورابية فنانة دا كسو غيب غلي وزيرو وزير كوحيغينو أغاسي ميال حلبانو ما ملكو قبل كي يكن دقم دا بورا ما يقايبا كميدا بلشة دا كلادوان اي كنول قودا هم بديغانة دا كلادوان اي دول كسومالي دو اي دكتو وحينا تاسو ديرين هلا دي قرابة دي اي كباحدي يغونا اللوغ بريي ان جنة الفردوسو كورابيو آمين عبد الله حرسي إلهي هاو نحرستو وفوين بيهي سومالي او داني تقاني ميلا بدن كسو شقيسي جبوتي حمر هرجيس ميل كستبا وحوايا نبا مالنتي سو دير ديمان إلهي هاو نحرس داد كيجي يا إهلا دي دينا إلهي سمرية مانا كس يا إيا دمان تيمبا أنا قابط أن تعسيد هاي سوق نميت إلا أنه هلغا نكا تعسيد إنه فنانا دي وينيت إلا أبا ويني ومدى صومالد وذا تقاني أمين عبد الله حرسي ويتيدي النغطي سيدا اللو دعوقي هاي وهي كامي دهايد تذكي تير لحات كوها فنكا صومالي ده ميل كستاها تشوغي أنا قونا وحان كامي دها ردد كي دالي ردها مركا الله سوق المي مركي أي على وين ليني سي أما حدقتا كوحا هو بري كوحا هو بري كامي دهايد إيه رواية دي هيدي انتي دمبرا وحي كوشرتي عباديسي حاج إلهي وحن وقبرنا إن دمانتين سمير إيمان الله إنا كسيو كل نفس دائقة الموت وحن لا هاي وحوية تعصيتي لأن يلا أودر إنا مانتا وحوية مرحومة من عبد الله حرسي وحيد فنان زوين والله وذكرنا إلهي بويني فانكا ومد الصوماليات دمانتي دي دقنك وحوية لوغية قاني وحوية كوحيه وابري يو رواية يو دا انتي هراء سدا وزير كشاقي يو مسرحية دا هاسي قوب جوغا وحانا وحوية ويقرانا يعني انتي اني دنبنا وحنو كقرانا انا سامين يو هيركا اي كتاقنيد انا انو ديب وارقني إلا امكا اي تهاي وحوية ميد كميدا دروس دا انتا فانكا كو ابترساتا ميلا هاي كاقاتان آمنا الله هون حريستو كل نفس دائقة الموت ما أنت كل يوم حنا نجوعنا أسكا فنان الدنيا وين درنا حرستا آمنا عبد الله حرسي وما أنت هنكو أصينه كل نفس دائقة الموت نفخ استوى من آدم ولا من سجير ذا هرنتي وحنا كتعصدين أنا قرن كجمهور السومال جودهان كارهان قيس كيجي يو يمحل هذا وزارة وفافنتا يو بعض الفنانين تها دمانتين قرن كجمهور السومال واحد قفوين باكا بحي بسنة مانتا الله هون حرستي وحن دعاء هلك نقدر يا مرحومة آمنة عبد الله حرسي وأن مانتا وجوغنو آسكي دي أو سكرنا لو آسي وحن أنت حسي ودر يا إهل دي المهي دي يو قرابة دي أي كتكتنا وحن لي أي سمر يجمان إلهي كسيو وحن هل كان تعشان ودرينا قويس كيدي قويس كأد كوبا لارن يعني تعشو درينا إهل كيدي أصحاب تيدي إيو دمان بومت الصوماليات ومالين قيمة إلهي هو قد يقول مالين أي چند إلهي وتقدا يا قبري أي كتكتو إلهي من حريستو إلهي دنبيجي هدافو آخرنا وحوي أن چند أكو أرساقو dhamaan qoyska ma garanaysa ay ka baxday iyo umada Soomaaliyeed iyo degmadaba waxaan leenahay samriye iibaan ilaahay waxaan uga baryaynaa fanaanada weynid amina abdullahi xirsi qornahaantii qof aad iyo aad looga garanayo Soomaali inta ku hadashaba qof qiimo ku lahayd ayaa maanta inaga baxday ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu qabriga u nuuro amina waxay ahayd hooyo qiimo badan hooyo dadka ururisa hooyo hareeraha laga joogo dadkii magaca lahaa ku soo halgamay xagga afka iyo maansada iyo suugaanta ayay ka mid ahayd Aamin Cabdullaahi Xirsi ee baahoon xariisto waxay ku dhalatay qolkii Kalabayd ee degmada Gabiley halka iyadoo ku barbaartay waxay tagtay Jabuuti
horaantii lixdamaadkii ayay ka soo bilowday fanka ee magaalada Jabuuti ee xarunta jamhuuriyadda Jabuuti aminayadoo inay yara ayaa halka ay fanka kaga soo biirtay waxay halka isku guursadeen Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays oo abwaan weyn oo Soomaaliyeed ha dadkii fanka ay ku bahoobeen ka uu ka ahaa Cabdi Qays aminay waxa uu dhashay laba caruur oo aan iyaguna noqday Mustafa Cabdi Qays iyo Ayaan Cabdi Qays kadib 76kii hilaad ku beegan aminay waxay u soo wareegtay magaalada Hargeysa oo hooyadii fanka Soomaalida ahayd marka buurama laga yimaado oo halkii uu ka bilaabay bilwad oo ahayd halka aamina fanaaniinta waabari oo marka ahayd fanaaniinta radio Hargeysa ayay qayb ka noqotay waxay noqotay qof heesa oo cod wanaagsan qof wax matasha oo la jecel yahay qof hadal cad oo aad ay fanaaniinta ugu hirato aamina waxa ay mar kale markii Cabdi Qays ay kala tageen waxay isku guursadeen Cabdiraxmaan Cismaan Maxabe Cabdiraxmaan Dheere Cabdiraxmaan way sii jaan qaadeen mataana fankoodii iyo dhaqankoodii iyo noloshiiba ee qoys lagu urursan yahay bay ahaayeen oo ilaah caruur ka beeray afar caruur baan ogahay oo Cabdi Qays ay aamin Cabdiraxmaan Dheere aamin u dhashay Faisal Cabdiraxmaan Cismaan oo iyagu soo geeriyooday labadoodaba hortii aabi iyo hooyadaba ka horreeya loo xariisto Khadira Cabdiraxmaan Dheere Cusmaan Cabdiraxmaan Dheere iyo Hodan Cabdiraxmaan Dheere reer buuxa ayay ka tagtay waxa ay dhashay iyo wixii ay sii dhaleenba waxa way eeban xariista Janooha ka waraabiyo inta ay ka baxday iyo guud ahaan shacabiga Soomaalida oo Jabuuti ay ku jirto oo dadka Kenya deg ay ku jiraan oo kuwa Itoobiya deg ay ku jiraan oo waliba ay markii Soomaalidu burburtayna aamina waxay ka mid ahayd dadkii aasaasay kooxdii loo oran jiray Horyaal Band oo markii dambe noqotay Elays Band Maxamed Cusmaan Maxamed Dheere oo family-ga ah oo aamina walaalkeeda ana walaalkaya ayaa ila jooga oo qoodhiisu ka mid ahaa muassasadii fanaaniinta waxaan leeyahay markaa inta ay ka baxday oo dhan Samir Iimaan Saadiq Ilaahay ka siiyo.